بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الأستاذ بن شارف حسين، المسؤول عن مقياس علم الاجتماع المنظمات، لا سوسيولوجي دي زورغانيزاسيون اس 2، بروميير اني ترون كومان، سيونس ايكونوميك كوميرسيال اي دي سيون دو جيستيون، اني يونيفرسيتير 2020-2021. فإن شاء الله محاضرة اليوم سوف نتطرق فيها إلى مدرسة الطوارئ لي كونتينجونس. فبالنسبة لي يعني في عام 1958 قامت جوان وودوارد باختبار لكل من النظرية الكلاسيكية في الإدارة في التطبيق العملي. في ذلك الوقت اتسع انتشار الأفكار السلوكية في الإدارة التي ترى أن طريق تحقيق الإنتاجية هو الاهتمام بالعنصر البشري ودراسة احتياجاته المتعددة والعمل على إشباعها عن طريق تصميم نظم للدوافع دي سيستيم بور لا موتيفاسيون، تصميم الوظيفة لإشباع رغباته العليا، وتدريب المشرفين أو تكوين المشرفين على الإشراف عن بعد والإدارة عن طريق فرق العمل الجماعي. وأكثر من ذلك، قد نادى المفكرون تحت مظلة هذه النظرية بعدم تطبيق المبادئ الكلاسيكية في الإدارة، بعدم وضع تخطيط تفصيلي للأعمال التي يقوم بها العمال، بإتاحة الحرية التنظيمية وإتاحة الفرصة للعامل لأن يراقب نفسه بنفسه. أي في ذلك الوقت فترة الخمسينيات، وجدت جوان وودوارد أن هناك فكرا إداريا، تخطيط دقيق، تنظيم مفصل، رقابة مباشرة، وسمته بالإدارة المتشددة Hard Management. وهذا الفكر الذي رفضه مفكرو النظرية السلوكية في الإدارة واستبدلوا الإدارة المتشددة بنوع آخر من الإدارة، يعني Soft Management، الإدارة الناعمة. أرادت وودوارد أن ترى إلى أي حد ما هو مذكور في المكتبة الإدارية مطبق على أرض الواقع. فإذا كانت الأفكار الإدارية السائدة في ذلك الوقت صحيحة، أي أن الفكر الكلاسيكي يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية والفكر السلوكي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، فإننا نتوقع كافتراضات أن المنظمات التي تطبق الفكر الكلاسيكي غير ناجحة، وبعكسها المنظمات التي تطبق الفكر السلوكي كومبورتمونتال ناجحة. فقدم علماء النسق الاجتماعي الفني لإسهامات عديدة تكون ما يعرف في نظرية التنظيم بالمدخل التوافقي، الذي ظهر وازداد شيوعا منذ أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. وقامت الانطلاقات الأساسية لهذا المدخل من خلال تطور الرؤية العلمية في مجال تأثير التقانة كمتغير بيئي على شكل البنية التنظيمية. وتبرز في هذا المجال دراستان يعني لهما الريادة في تطوير مضمون الأنساق الاجتماعية الفنية، الأولى لجوان وودوارد، والثانية لبيرنز أند ستولكر. وأولا يعني هناك فرضيتان أساسيتان. فترى وودوارد أن التنظيمات الناجحة في مجالات صناعية متنوعة تستخدم تقنية متباينة، تتصف ببناءات تنظيمية متباينة أيضا، في حين يرى كل من بيرنز وستولكر أن التأكد من المعلومات والمعرفة بالأحداث التي تجري في محيط البيئة يمثل بعدا خارجيا يؤثر بفعالية على المتغيرات التنظيمية، أيضا بالإشارة إلى لورانس إي لورش. وأثارت يعني بعد يعني بعد جوان وودوارد وبيرنز أند ستولكر، وأثارت الدراستان يعني أربع تساؤلات يعني نوجزها. أولا، تواجه المتطلبات البيئية التباينات في التنظيمات المتنوعة، وكيف ترتبط تلك المتطلبات بالوظائف الداخلية للتنظيمات الفعالة؟ ما مدى مصداقية لجوء التنظيمات لاستخدام الهيراركي التنظيم الرسمي في تحقيق التكامل في ظروف بيئية معينة أو مستقرة؟ هل تتصف التنظيمات
العاملة في بيئات صناعية متباينة بالدرجة ذاتها من التباين في التوجهات وفي بنية الوحدات الداخلية التي يتضمنها التنظيم، بفرض التسليم يعني بوجود تباينات أكبر بين الوحدات داخل التنظيمات في صناعات مختلفة، فهل تؤثر تلك التباينات في مشكلات التكاملية بين أجزاء التنظيم؟ أول دراسة سوف نبدأ منها هي دراسة جوان وودوارد. في عام 1953 حاولت جوان وودوارد فحص العملية الإدارية لمعرفة إلى أي مدى ترتبط الممارسات الإدارية التي تقوم على الأفكار والأساسيات الذهنية الإدارية في اتجاه المشروع الصناعي اقتصاديا مع اختيار تنظيمات اقتصادية متنوعة لتحقيق هذا الغرض. كونت وودوارد فريقا من الباحثين وقع اختيارهم على منطقة جغرافية في ساوث إيسكس، حيث مجتمع البحث الذي شمل جميع الشركات يعني العاملة بها. وقد استبعد فريق البحث الشركات التي يقل عدد العمال بها عن 100 عامل، وبذلك أصبحت العينة التي اشتملها المسح الاجتماعي تمثل 71% من مجموع الشركات في جنوب إيسكس. وكان الهدف الأساسي من المسح الاجتماعي الذي قامت به وودوارد هو رؤية مدى فاعلية الأسس والأفكار التي تضمنتها دورات التكوين الإدارية للتطبيق العمالي للممارسة الإدارية الفعلية، وإلى أي حد تحقق وإلى أي حد تحقق تلك الأسس والأفكار نجاح المشروع في ظل استخدام التقانة في العملية الإنتاجية. ومن ثم كانت المتغيرات الأساسية التي اهتمت بها وودوارد ثلاثة، هي التقانة، نطاق الضبط، ونجاح المشروع الصناعي. المرحلة الأولى من المسح فكان هدفها بدأت المرحلة الأولى من المسح بملاحظات التنظيمات الصناعية وإلى أي حد تمثلت الأسس والأفكار الإدارية في البنية والعمليات الداخلية للتنظيم وعلاقة ذلك بتحقيق النجاح الاقتصادي للمشروع. وأجرى المسح في هذه الـ يعني الـ في هذه يعني في هذه العينة على 20 منشأة صناعية. استغرقت المرحلة الأولى من المسح مدة عام تقريبا، قام خلالها الفريق البحثي بزيارة المنشآت الصناعية مرتين بفاصل عام من الزمن، كما كان تركيز اهتمام الفريق على البيانات المتعلقة بالخلفية التاريخية للمنشأة وأسلوب الإدارة الممارس وكيف وكيف تم تسيير وظيفيا وكيف تنظيم المنشأة وعملها ضمن الإطار التقني في عملية الإنتاج. بعد انتهاء المرحلة الأولى من المسح تم تحليل ما تم تجميعه من بيانات حول نجاح حول نجاح العملية المنهجية الأولى، وأيضا علاقة وأيضا يعني وعلاقة يعني وعلاقة تلك المتغيرات الثلاث بالممارسات الإدارية. وكشفت نتائج تلك المرحلة عن عدم وجود علاقة مباشرة بين النجاح الاقتصادي للمنشأة والممارسات الإدارية القائمة على الأسس والأفكار الإدارية التقليدية، وذلك في أكثر من نصف حجم العينة من المنشآت الصناعية. خلصت وودوارد من نتائج المرحلة الأولى من المسح إلى التشكك في مقولة أن الـ
الأساليب الكلاسيكية للإدارة تصلح لكل أنماط الأنساق الإنتاجية. لذلك بدأ فريق البحث في تصور يعني أنماط أخرى ينهض عليها التباين القائم في الممارسات الإدارية داخل التنظيمات يعني الصناعية الممثلة لعينة المسح. وتطلب هذا الافتراض من الباحثين ضرورة التعمق في خصائص البنية التنظيمية وعلاقتها بالأساليب الفنية للإنتاج. وكان الاقتراح من جانب فريق البحث محاولة تقسيم المصانع يعني قيد المسح إلى مجموعات وفق يعني وفق تقانة المستخدم في العملية الإنتاجية. وتم تقسيم الشركات وفق نسق الإنتاج يعني إلى 3 مجموعات أساسية، يعني مصانع تستخدم نسق الإنتاج الصغير أو بالقطعة. وضمت هذه المجموعة الشركات الصناعية العاملة في مجال الأجهزة الإلكترونية، وشركات صناعة الملابس للعملاء، وصناعة السفن والطائرات والتي تخضع لمواصفات من جانب العملاء. يعني مصانع تستخدم نسق الإنتاج الوفير أو بالوحدة كبيرة الحجم. يعني وضمت هذه المجموعات مكونات أو أجزاء الأجهزة الإلكترونية يعني وفق السياسات المتعارف عليها في السوق، مثل إنتاج محركات البنزين. وأيضا المصانع التي تستخدم نسق الإنتاج المتكرر أو المستمر، وشملت مجموعة الصناعات الكيميائية وتكرير النفط. يعني بعد تقسيم عينة البحث وفق نمط النسق الإنتاجي المستخدم بها، قام الباحثون يعني في المجموعات الثلاثة التي في المجموعات 13 قام الباحثون بتقسيم المجموعات الثلاثة إلى 10 مجموعات فرعية، بحيث إذا ما تم ترتيبها فإنها يعني ما يشبه مقياسا يمكن على أساسه التنبؤ بالنتائج والوقوف على الدرجة على درجة المناظرة يعني في عملية الإنتاج لكل مجموعة فرعية من المجموعات العشرة. يعني وقد تراوح يعني مؤشر التنبؤ للعملية على مقياس مؤلف من درجة، بدءا من الدرجة الأولى إلى يعني أعلى درجة. المرحلة الثانية من المسح، هنا انطلقت يعني هذه المرحلة من نتائج المرحلة الأولى، حيث رأى فريق البحث أنه من المفيد إعادة الدراسة التحليلية برؤية جديدة تركز على دراسة الخصائص التنظيمية للمنشآت بعد تصنيفها وفق مؤشرات النجاح، يعني الأعلى نجاحا فالأقل وهكذا، وذلك داخل كل نمط من أنماط الإنتاج الثلاثة. وكان هدف الدراسة في المرحلة الثانية الحصول على يعني تفاصيل أكثر دقة لعلاقة التقانة التنظيمية من خلال محاولة الإجابة على سؤال رئيسي مفاده: إلى أي مدى يؤثر النمط التقني لنسق الإنتاج في تحديد ملامح البنية التنظيمية، وفي تحديد أي إشكال التنظيم، وفي تحديد أي أشكال التنظيم أكثر ملائمة لكل نمط من الأنماط الإنتاجية الثلاثة؟ ويستند هذا التساؤل على مقولة أساسية تؤكد على العلاقة الارتباطية بين 3 متغيرات أساسية، هي الخصائص التنظيمية، التقانة، والنجاح الاقتصادي للمنشأة الصناعية. وذلك من منطلق أن المتغيرات الثلاثة ذات أهمية خاصة للمدير في المنشأة الصناعية، كما تعكس قوة العلاقة بين الثلاثة، يعني مدى نجاح الأفكار والمبادئ الإدارية في تحقيق النجاح الاقتصادي للمنشأة. وأجري المسح على 100 منشأة صناعية موزعة على النحو التالي: يعني 35 منشأة تتصف بنيتها بالتنظيم الخطي، ومنشأتان ذواتا تنظيم وظيفي، و59 منشأة صناعية ذات بنية تتصف بالتنظيمين الخطي بالتنظيم الخطي والوظيفي معا. أما بقية العينة وعددهم
أربع تنظيمات فكانت غير مصنفة. ومن المنظور التحليلي لعلاقة السوق بالتقانة، صنفت جوان وودوارد منشآت العينة إلى ثلاثة مجموعات تباعا لنمط الإنتاج السائد في كل منها. واهتمت وودوارد بالقيود التي يفرضها السوق على كل نمط من أنماط الإنتاج من حيث معدل البيع والتخزين والالتزام بالمواصفات القياسية المأخوذ بها تجاريا وبخاصة في الإنتاج بالعملية أو وفق مواصفات نوعية من جانب العملاء المستهلكين، كما هو شائع في كثير من حالات نسق الإنتاج بالوحدة أو بالقطعة. وفي هذا الصدد ذكرت جوان وودوارد أن حالة التوازن تعد ضرورية بين الإنتاج والاستهلاك وفق أوضاع السوق. لنجاح المنشأة تجاريا، وفي ذات الوقت يحدد نسق الإنتاج نوعية التقانة المستخدمة لتقليل تكلفة المنتج، وأن الأجهزة والأدوات التقنية الملائمة لكل نمط إنتاج ترتبط بأوضاع السوق وتحقيق التوازن المشار إليه. فمثلا يستخدم في نمط الإنتاج بالقطعة ماكينات يعني عالية الأغراض تؤدي أكثر من وظيفة نوعية في العملية الإنتاجية، كما أن نظم إنتاج أخرى تعتمد على الأوتوماتيزاسيون مثل خطوط التجميع، ومنها ما تستخدم ماكينات تؤدي أغراض خاصة يتم التخطيط لها بحيث تحقق تكاملية في عملية التشغيل وتصنيع المنتج الصناعي. ولدراسة العلاقة بين التقانة وأشكال البنية التنظيمية، تم بحث العلاقة بين الشكل التنظيمي خطي أو خطي وظيفي أو وظيفي ونسق الإنتاج المصنف إلى ثلاثة تصنيفات. ثم تعمقت وودوارد أكثر في دراسة علاقة الخصائص التنظيمية مثل طول مسار التعليمات والطلبات، نطاق الضبط للمدير التنفيذي، النسبة المئوية لدوران العمل في علاقته بالأجور، و يعني و يعني والمهارات، ونسبة المديرين إلى كل من المشتغلين في الجهاز الإداري والعمال اليدويين والعمال المباشرة والإشراف المؤهل وغير المؤهل علميا داخل الأقسام الإنتاجية للمنشأة الصناعية. أيضا بحث مدى تطور أو تأثر الأدوار والوظائف التي تمارسها أفراد الإدارة التنفيذية بالعوامل التقنية. بالنسبة لنتائج المرحلة الثانية، كشفت نتائج تلك المرحلة عن وجود علاقة مباشرة بين الخصائص التنظيمية التي أشرنا إليها سابقا وتطور تقني. وكلما ازداد هذا التطور ازداد عدد المستويات الإدارية في الأقسام الإنتاجية ذات الصلة المباشرة بالإنتاج. كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود الصلة التي تربط بين تقانة المصنع والحجم النسبي لجماعته الإدارية، مع ازدياد نسبة المديرين والمشرفين إلى إجمالي عدد العاملين. وأشار الباحثون إلى أن حجم الإدارة يعد مؤشرا جيدا لكبر حجم المنشأة أكثر من الأخذ بحجم العمالة التنظيمية ذاتها. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود بعض جوانب التماثل وعدم التماثل من حيث مستويات المهارة وعدد العمال وبين الأنماط الإنتاجية الثلاثة، وكذلك بالنسبة لعلاقة تلك الأنماط بالخصائص التنظيمية للمنشأة الصناعية. ومن بين تلك الجوانب نذكر ما يلي. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود بعض جوانب التماثل وعدم التماثل من حيث مستويات المهارة وعدد العمال وبين الأنماط الإنتاجية الثلاثة، وكذلك بالنسبة لعلاقة تلك الأنماط بالخصائص التنظيمية للمنشأة الصناعية. ومن بينها أولا فيما يختص بأوجه التماثل والتنافر بين الأنماط الإنتاجية الثلاثة، أسفرت دراسة وودوارد عما يلي: يزداد نسبيا عدد عمال الإنتاج المهرة في نمط الإنتاج بالقطعة والمتكرر عنه في نمط الإنتاج الوفير. يمثل العمال المهرة الجماعة الأصغر في فئة عمال الإنتاج في نمط الإنتاج الوفير، وتركز دورهم الرئيسي في عمليات الصيانة. من جهة أخرى
كان العمال المهرة أكثر ارتباطا في أدوارهم بالعملية الإنتاجية مباشرة، بينما يتولى العمال شبه المهرة أداء بعض الأعمال الآلية. أما في نمط الإنتاج الوفير، فكان عدد العمال شبه المهرة يفوق بكثير عدد الحرفيين، كما كانوا يقومون بالأدوار الإنتاجية المباشرة. فيما يتعلق بتحقيق النجاح التجاري، يعني صعودا أو هبوطا في كل نمط إنتاجي من الأنماط الثلاثة، كشفت نتائج الدراسة عن وجود 17 منشأة صناعية تحقق نجاحا تجاريا دون المتوسط على المقياس المقترح من جانب فريق البحث، منها 5 منشآت تعمل بنظام القطعة، وستة منها ذات نسق إنتاجي كمي وفير، و4 منشآت تصف بنمط الإنتاج المتكرر، واثنين تصفان بنسق الإنتاج المختلط من الأنماط الثلاثة. على مستوى كل نمط إنتاجي، كشفت نتائج الدراسة عن وجود منشآت ناجحة تجاريا وأخرى غير ناجحة. أما فرص النجاح الأكبر فكانت من نصيب المنشآت الصناعية التي تقوم على نمط الإنتاج المتكرر قياسا بتلك التي تعمل بالنظم الإنتاجية الأخرى. ومع إعادة فحص السمات التنظيمية، أعطت الدراسة مؤشرات هامة جديرة بالتحليل والمناقشة تتعلق بعلاقة نجاح المنشأة في تحقيق أهدافها بنمط الإنتاج. فالمنشآت الصناعية الناجحة ذات نمط إنتاجي بالقطعة كانت ذات خصائص تنظيمية مماثلة وعامة، وبالمثل كانت 5 منشآت تعمل بنظام الإنتاج الوفير و6 منشآت للإنتاج المتكرر. كشفت نتائج الدراسة عن وجود نمط محدود من نطاق الضبط في نمطي الإنتاج المتكرر والإنتاج بالقطعة، وكانت دلالة ذلك تقسيم القوي وكانت 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 دلالة ذلك تقسيم يعني التقسيم القوي يعني للعمالة إلى جماعات عمل صغيرة. ونتيجة لذلك كانت العلاقات بين أفراد كل جماعة ومشرفها المباشر غير رسمية أكثر منها في نظام الإنتاج الوفير. وربما كان ذلك مبررا لي أو مبررا لتحسين العلاقات الصناعية. بالنسبة لي النتائج العامة لدراسة جوان وودوارد، أشارت نتائج الدراسة الهامة والرائدة لوودوارد إلى تباين نمط الإدارة تبعا للتباينات التقنية، وأن التنظيمات الناجحة العاملة في مجالات صناعية متنوعة تتصف بتباين في بناءاتها التنظيمية. واكتشفت وودوارد أن معظم الشركات الناجحة التي تعمل بنسق الإنتاج بقطعة أو صغير الحجم تتصف بنطاق ضبط إشرافي أوسع وبانخفاض في عدد المستويات داخل النظام الهيرارشي الرسمي، قياسا بالشركات الصناعية الناجحة التي تتصف بنسق الإنتاج المتكرر. يعني هنا نشير إلى أهم استخلاصات دراسة وودوارد. أولا، الرؤية التحليلية الواعية التي قامت على فرضيات متوسطة المدى لا تتسم بالعموميات، وبهذا تكون وودوارد قد نقلت نظرية التنظيم نقلة واسعة عندما ذكرت أن التنظيمات الناجحة اقتصاديا في مجالات صناعية متنوعة وتستخدم تقنيات متباينة تتصف بخصائص بنائية متباينة أيضا. ثانيا، قدرة وودوارد على القيام بدراسة تشريحية عندما تصورت وضع أنماط الإنتاج الفنية على يعني على متصل، ثم حاولت أن تجد علاقة كل منها بالتنظيم الرسمي بنوعية بنوعية يعني الـ 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 يعني الخط والوظيفة أو الهيئة. ثم اهتمت يعني بعد ذلك بالبنية التنظيمية عندما تناولت عددا من خصائصها وعلاقتها بالتقانة. وكشفت نتائج وودوارد عن وجود علاقة مباشرة بينهما، وكان ذلك بمثابة انطلاقة غير مسبوقة لرؤية البنية التنظيمية كنسق يعني منجدل بين يعني من متغيرين مرتبطين اجتماعي فني، بحيث
يصعب تحليل أحدهما دون الآخر إذا كان الهدف الأساسي هو دراسة النجاح الاقتصادي للتنظيم. وثالثا، اقتراح جوان وودوارد وضع النسق الإنتاجي من منظور تقني على متصل، قد أفسح المجال لدراسات كثيرة ناقشت هذا الإطار التصوري وحاول تطبيقه وتكرار الدراسة في تنظيمات اقتصادية أخرى، مثال دراسة هارفي الذي طور تنميط وودوارد للتقانة وحاول دراسة الروابط بينها وبين الخصائص التنظيمية، مع محاولته يعني التوليف بين خصائص ومتغيرات أخرى كالحجم والموقع والبيئة. ثم سوف نتطرق إلى النظرية الثانية يعني هنا في مدرسة الطوارئ لكونتينجونس، وهي دراسة لبيرنز وستولكر. قام بيرنز وستولكر وهما عالما الاجتماع الصناعي بدراسة كشفية للممارسات الإدارية في 20 شركة صناعية بريطانية. وقع في اختيارهما أن تكون في بيئات صناعية متباينة دينامية متغيرة وأكثر قرار ومستقرة. وتم اختيار 20 شركة صناعية تعمل في مجالات صناعية متباينة، شملت صناعة الحرير وصناعة إنتاج أجزاء وقطع غيار أجهزة الإلكترونيك، وشملت العينة 8 شركات تعمل في هذا المجال وشركات صناعية حديثة العهد في إنتاج الصناعات الإلكترونية. استخدم الباحثان أسلوب المقابلة مع الشخصيات البارزة عبر المستويات الإدارية الهيراركية لنيفو ياخشيك أوفيسيال التنظيم الرسمي للشركات في العينة البحثية، ولم تستخدم الدراسة في يعني ولم تستخدم الدراسة في جمع البيانات وتحليلها وسائل قياس أو مقاييس معينة. مرت الدراسة بمرحلتين، أولهما التعرف على درجة العلاقة التي تربط التي يرتبط بها النمط المستويات الإدارية داخل تنظيم شركة صناعية مع العوامل التي تتصف بها البيئة الإنتاجية، وبالذات معاملين هما الأساليب الفنية العلمية والأسواق المفتوحة للشركات الصناعية وفق مجال النشاط الذي تقوم به. أسفرت نتائج المرحلة الأولى عن وجود أنماط متباينة من الممارسات الإدارية من نمط صناعي لآخر تبع لتباين خصائص البيئة الخارجية لها. خلال المرحلة الثانية من الدراسة ركزت على عدد من الأبعاد البنائية مثل توصيف الأعمال وفقا للقواعد الرسمية ونطاق الضبط الإشرافي ومستويات صنع القرار داخل التنظيم الهيراركي التنظيم الرسمي للمنظمة، التنظيم الهيراركي الرسمي والأساليب والإجراءات الرسمية التي تتصف بها البنية التنظيمية، ومدى تأثر تلك الأبعاد البنائية بالحالة التي تكون عليها البنية الخارجية من استقرار أو تغير أو ثبات ودينامية. وخلصت الدراسة إلى النتائج الهامة التالية: أولا، كلما كانت البيئة الخارجية أكثر استقرارا تكون البنية التنظيمية أكثر اتصافا بالقواعد الرسمية الفاعلة والروتينية في الأداء، كما يكون نطاق الضبط الإشرافي محدد النطاق ويتم وضع القرارات في أعلى المستويات الإدارية داخل البنية الهيرارشية الرسمية وهذا الشكل من الأنساق الإدارية أطلق عليه بيرنز وستولكر النموذج الآلي. من جهة أخرى، كلما كانت البيئة الخارجية أكثر دينامية يقل الاهتمام بالأساليب والإجراءات الرسمية ويتسع نطاق الضبط الإشرافي، كما يتم صنع القرارات عند معظم المستويات الإدارية داخل التنظيم الهيرارشي الرسمي التي غالبا ما تكون غير محددة الملامح
وهذا الشكل من الأنساق الإدارية أطلق عليه بيرنز وستولكر بالنموذج العضوي. يعني ثالثا يرتبط بالاستخلاصين السابقين، استخلاص هام مفاده أن التأكد من المعلومات حول الأحداث في البيئة الخارجية يمثل بعدا هاما يؤثر على المتغيرات التنظيمية. سوف نشير إلى خصائص النموذجين الآلي والعضوي للتنظيم الرسمي عند بيرنز وستولكر. يمثل النموذجان الآلي والعضوي للتنظيم الرسمي الذي ناقشهما بيرنز وستولكر استخلاصا كبيرا، و يعني أثارت جهد مختلط، بينما أسفلت عنه دراسة بيرنز وستولكر التي أشرنا إليها، يعني ورؤيتهما التحليلية للإسهامات السابقة التي ركزت حول التنظيم الرسمي منذ العمل الريادي لماكس فيبر وأنري فايول وويليام فوت وايت وألفين جولدنر، ومناقشاته للنسق الطبيعي وأوجه التماثل بينه وبين النموذج العضوي الذي يقع على الطرف النقيض للنموذج الآلي عند بيرنز وستولكر. يعتبر النموذجان أشبه بوجهين لعملة واحدة هي الشكل الرسمي للتنظيم، كما يمثلان حالتين متناقضتين له، بحيث يقع كل منهما عند نهاية الطرف الآخر، ومن ثم يبلغ التباعد بينهما أقصاه. بالنسبة لي خصائص النموذج الآلي، فيعد النموذج الآلي الأكثر ملائمة للظروف البيئية المستقرة ويتصف بالخصائص التالية: تقسيم المشكلات الوظيفية والمهام التنظيمية إلى أدوار متخصصة، قيام الفرد بالمهمة المكلف بها كما لو كان جزءا مستقلا بعض الشيء عن المهمة الكلية للتنظيم، تحمل بعض أفراد القمة داخل التنظيم مسؤولياته بشكل مركزي، التعريف الدقيق للحقوق والالتزامات في ارتباطها بكل دور وظيفي داخل التنظيم، يتخذ التفاعل الاتجاه الرأسي بين الرئيس والمرؤوس، التحكم في عمليات وسلوكيات العمل بواسطة التعليمات والقرارات الصادرة من قبل الرؤساء في العمل، المحافظة على هيرارشية التعليمات من خلال توفر جميع المعلومات حول الأوضاع برمتها لدى قيادة المنشأة، اتصاف الإدارة يعني بنظام هيرارشي مركب، يعني أو بهيرارشية مركبة، هيرارشي كومبوزي تضم نطاقا بسيطا من الضبط، وتوفر المعلومات من خلال مرورها عبر مراحل التدقيق وتنقية حتى تصبح أكثر وضوحا وسريان القرارات والتعليمات من أعلى إلى أسفل خلال مستويات إدارية متتالية، تتولى توضيح وتفصيل تلك القرارات وفق مقتضيات المهام عند كل مستوى إداري. بالنسبة لخصائص النموذج العضوي، فيعتبر النموذج العضوي ملائما للبيئات المتغيرة التي تفرز دوما مشكلات أولا بأول، وتتطلب أفعالا لا تقبل التجزئة أو التوزيع الآلي من خلال الأدوار الوظيفية داخل البنية الهيراركية للتنظيم، البنية التنظيمية الهيرارشية الرسمية. ويتصف النموذج العضوي بالخصائص التالية: قيام الأفراد بأداء مهامهم الخاصة على ضوء معرفتهم بالمهمة الكلية للتنظيم، عدم توزيع المهام بين الأدوار المتخصصة داخل التنظيم الهيرارشي واضحة المعالم، بل يعاد تحديد الواجبات والمسؤوليات بواسطة التفاعل مع المشاركين في أداء المهمة، تضاءل دور المسؤولية في تحديد الحقوق والالتزامات والوسائل، حدوث التفاعل رأسيا وعرضيا بين الأفراد بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية، وتأخذ الاتصالات الشكل الأقرب للتشاور منها للأوامر، تتألف قنوات الاتصال من المعلومات والنصائح أكثر من اشتمالها على تعليمات وأوامر، تعدد المواقع المسؤولة عن المعلومات والمعرفة، وبالتالي الشخصيات المؤثرة في القرارات بدلا من تركز المعلومات لدى الإدارة العليا للتنظيم، يعني حسب لورانس اي لوخش. إضافة إلى الخصائص التي تميز أي من النموذجين العضوي والآلي،
يشير بيرنز وستولكر إلى عدد من الملاحظات المنهجية في التنظيم، منها ما يلي: رغم أن النسق العضوي لا يتصف بالهيرارشية بمفهومها في النسق الآلي، فإنهما يتصفان بالتدرج في فالمناصب التنظيمية تتباين فيما بينها تبعا لعوامل أساسية، منها طول مدة الخبرة في العمل وعدد السنوات التي يقضيها الفرد في العمل. اتصاف النموذجين بآليات صنع القرار إلا أن الاختلاف بينهما يتمثل في أن المتقلدين للمناصب الأعلى هم صنع القرار في النموذج الآلي، أما في النموذج العضوي فيتولى اتخاذ القرار أكثر الأفراد معرفة ووعيا. ثالثا، اتصاف النموذجين بالقطبية لابولاريتي، بمعنى وجود مراحل وسيطة بينهما يمكن أن تعكس الواقع التنظيمي، كما تتصف العلاقة بين النموذجين بالمرونة، فكما يصعب الفصل الصريح بين حالتي الاستقرار النسبي والتغير النسبي، يصعب الفصل بين النموذجين حيال مجال اهتمام بعينه. وشكرا.